عبر الجبال والبحار يتجه الكثير من الأجانب حاملين أحلامهم وحماستهم إلى الصين. سعياً لتحقيق أحلامهم الريادية، فالصين في نظر العالم أجمع هي أرض الفرص. فما سر إعجابهم بالصين وقدومهم إليها؟ وما الذي تقدمه الصين لهؤلاء المستثمرين؟ وكيف تحول الصين الحالمين إلى ناجحين؟ تلك أسئلة نتوق لمعرفة إجاباتها. So I come here in 10 years and look out here, it's going to look entirely different, right? Yeah. تطل بين الضباب هذه الأرض الساحرة، تلك مدينة فريدة، وهي المدينة الأكثر امتلاكاً للطابع الدولي في الصين. عندما وطأت قدماي هذه الأرض ورفعت رأسي أنظر إلى أفق المدينة، علمت أن هذه المدينة شاهدة على إنجازات التنمية الاقتصادية الصينية على مدى أكثر من 40 عاماً. لم تكن ناطحات السحاب الشاهقة تلك مجرد رمز للازدهار الاقتصادي للمدينة، ولكنها أيضاً نموذج مصغر لمسيرة الإصلاح والانفتاح في الصين، وانعكاس للتحديث الصيني النمط. To understand China, you have to come here to Shanghai. It's one of the largest cities in the world. It's also referred to as the Paris of the East. It's where the old meets the new, where the East meets the West. It's a perfect example of what happened after the reforms and opening up of the 1970s. And if you come here, you have to start by going into the legendary landmark, the Peace Hotel. حينما تدخل فندق السلام ستشعر وكأنك تسافر عبر الزمن. يعد فندق السلام أحد أرقى فنادق شانغهاي، فهو فندق تاريخي عريق ومعلم بارز بمنطقة البوند واي تان. هنا تحكي الأروقة والجدران قصة شانغهاي في القرنين 20 و21. شهدت شانغهاي وفندق السلام العديد من اللحظات التاريخية الهامة. ففي عام 1964 التقى مسؤولون من الصين وفرنسا في فندق السلام لمناقشة إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. وفي أبريل عام 1971 أقام فريق كرة الطاولة الأمريكي بالفندق خلال زيارته للصين. وبعد 7 سنوات أطلقت الصين سياسة الإصلاح والانفتاح، ففتحت هذه السياسة الجديدة الباب أمام عصر ذهبي من الفرص، وهو ما تم توثيقه في المسلسل التلفزيوني الشهير ظهور شانغهاي. لقد أغرق المخرج المبدع وون كار واي شخصياته بالضوء الذهبي. وقد ظهر فندق السلام بشكل بارز في المسلسل. على إحدى ضفتي نهر خوانبو يقف فندق السلام مقابلاً لبرج لؤلؤة الشرق الذي كان لا يزال قيد الإنشاء حينها، وكأنهما رمزان عظيمان لعهود مختلفة. أريد الآن التوجه إلى الشرفة التي طالما ظهرت في مسلسل ظهور شانغهاي لأرى المدينة، فبالنسبة لي لا يوجد مكان أفضل من هذا لرؤية المدينة.
Ever since China and the U.S. established diplomatic relations in 1979, virtually every U.S. president has visited Shanghai, as have thousands of ordinary Americans, like Stephen Weathers. But in the case of Stephen, he stayed. 小伙伴们，小伙伴们，小伙伴们，我是您的老机Steven。这次我带你们去有剑，我读诗行，天道湖，法轮明。Oh wow, amazing！你好，Z。 Stephen هو أحد مؤثري الإنترنت المشهورين الآن. يجوب أرجاء الصين ليختبر مختلف أنماط الحياة فيها. بعد مجيئه إلى الصين عام 1999، تركت الصين لديه انطباعا عميقا. لذلك قرر قبل 19 عاماً الانتقال إلى شانغهاي ليبدأ رحلة استكشافه لهذا البلد الأجنبي. Stephen, how are you? Good to see you. Welcome to Shanghai. Oh, thanks. This is so glad you came. Look at this. Stephen, I can see why you stayed just looking at the skyline, but the rapid development in Shanghai, talk to me about what you've witnessed. Isn't it incredible? I mean, when I first came to Shanghai, it was half of this. And so to be able to witness that, I mean, if we saw this abroad, it would take, what, 100 years? And I've been here almost 20 years. I've seen Shanghai and I've seen the future. And so living in the city is like living in sci-fi future. فليس هناك إلا القليل من المدن التي يمكن أن تفوق شانغهاي في فرصها الواعدة، فهي ترحب بالجميع مهما كانت جنسياتهم، تماماً كما فعلت مع ستيفن. Originally, when I came to China, it was just a five-year goal. I chose a small town called Luoyang, so I lived there my first year and really was just completely... Grappling. Yes, yeah. It was a difficult year, but a wonderful year. So 5 years after that, now fast forward, I'm in Shanghai with a weekly TV show called Shanghai A to Z, and then a travel show, and then there were so many opportunities, and life was so much fun, I didn't even think about going back home. تتوالى الفرص الجديدة باستمرار، فقد أعطت رحلة عارضة إلى جبل موقان لستيفن فرصة عمل جديدة، حيث تعاون مع إرنست قوان وافتتح عام 2017 فندقاً بوتيكياً عند منتصف سفح الجبل. يبعد الفندق عن شانغهاي مسافة ساعتين بالسيارة، لذلك فإن أكثر زواره من الصينيين والأجانب من شانغهاي، ويوفر الفندق لزواره فرصة لتجربة الحياة الريفية الصينية بشكل مريح. So I just met with a designer, you know, he's from Brazil. So the design, the colors are a little bit more different from what we already have, but I just want to walk you through this presentation. So this is the concept of the new building. What do you think? It's very sexy color. Looks yeah. very nice. Yep. I've got to ask you, what do you think about the boundary lines? Like where can we build? Around this line is okay. We already talked to the government. The government said okay. They will push for it for us. And but not bigger. This the size. لا يعد ستيفن استثناء، فالصين تجتذب الكثيرين من كافة أنحاء العالم، ومع تيسير الوصول إلى الأسواق في الصين وتوسيع المساحة أمام الاستثمار الأجنبي وخفض عتبات الوصول إلى الأسواق، فقد نما هذا الجذب. Business opportunities in China have changed over the years, and I would say 10 or 20 years ago, there were a lot of large companies coming over, setting up factories. Right now, there are a lot of smaller opportunities, at least the ones that I'm touching, which one would be inbound tourism. The made in China is going to change it. ساهم تزايد التفاؤل العالمي تجاه بيئة الأعمال في الصين في تزايد الاستثمار الأجنبي بصورة كبيرة في الصين. فمنذ يناير وحتى يونيو من عام 2024 استثمرت 26,870 شركة أجنبية جديدة في الصين لأول مرة، بزيادة سنوية قدرها 14.2% مقارنة بالعام الماضي. يخطط ستيفن وشريكه للمرحلة الثانية من التوسعة بفندقهما البوتيكي، ولطالما حلما بإضافة مسبح وينبوع للمياه الساخنة، لكنهما يحتاجان إلى موافقات من جميع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ خططهما. كما ترون، فإن ستيفن نشيط للغاية ودائم الحركة.
لطالما أصر ستيفن على مشاركة رحلاته مع العالم، فقد بدأ الأمر من رحلة بمدينة شانراو بمقاطعة جيانغسي، حيث قرر حينها نشر مقاطع فيديو لرحلته على منصات التواصل الاجتماعي الخارجية. ولكن ما لم يتوقعه هو التفاعل الشديد من قبل مستخدمي الإنترنت. حينها أدرك ستيفن أنه من الممكن الاستفادة من هذا الزخم. وقد أصبح لديه الآن حوالي 2,000,000 متابع. A lot of foreigners have watched my shows too online. They'll send me questions, they'll send me feedback. They think they understand China, but they really just only see a small part, whether it's Chinese restaurants abroad or Chinatowns or China depicted in films and in media. That to me is just a small piece. 大家好，我是 Steven， 来自美国。我采访过120多个 CEO。 إن تواجد ستيفن في الصين ساعده على فهم الصين بشكل حقيقي. I think one of the best ways for America and other countries to understand China is to come here. Come and visit, come and travel, experience it for yourself. When I go home to the States, I talk to a lot of people. They really don't have a full picture of China because they never have an opportunity to come. And I think now that the doors are wide open for tourism, now is a great time to come and experience. انعكس انفتاح الصين الكبير على السياحة الوافدة، حيث شهدت ازدياداً مستمراً. وفي النصف الأول من عام 2024 تجاوز عدد السياح الوافدين إلى الصين 14.6 ملايين زائر، بزيادة سنوية تجاوزت 150%. ولكن للأسف لم تسنح للجميع فرصة زيارة الصين، لذلك ستبقى التحيزات قائمة، فهم لم يشهدوا بأنفسهم التغيرات والتطورات الهائلة التي شهدتها الصين الجديدة منذ تأسيسها قبل 75 عاماً كما فعل ستيفن. When I think of China, I think of just how progressive it is. One of the things that struck me is, you know, in the United States, you might not hear people talking about 5G or AI until recently. But I remember coming here like years ago and people were talking about that. It's very progressive, forward-thinking. I do think so. However, a lot of the things that you see in Shanghai started in smaller towns and cities, whether it's the technology or even brands. I do think Shanghai's kind of a gateway to the world. But a lot of the success you see here started in other cities and other provinces. تشبه شانغهاي أحجية الصور المقطوعة. لا تبدو كل قطعة فيها مميزة، ولكن بعد تجميع القطع كلها معا تظهر الصورة مذهلة. تمثل مباني شانغهاي اندماجا رائعا بين ثقافتي الشرق والغرب، حتى أن انبثاق المباني الجديدة بوتيرة متسارعة يعكس الإصلاح والانفتاح في الصين بمختلف مراحله. 一边是特别现代的，在九十年代之后建成的现代的区域，另一边就是在一个多世纪前陆续建成的一些历史建筑。这样的一个对话呢，其实也让我们有一个特别好的一种感受。 إن أردت أن تشعر حقاً بنبض الصين، فعليك بالتجول في شوارع وأزقة المدينة. حينها ستكتشف أن شانغهاي ليست المدينة المثالية للاستثمار والعمل فحسب، بل هي أيضاً مدينة السحر التي تفيض بالاسترخاء. وقد التقيت هنا بمجموعة من الأساتذة والطلاب من جامعة تونجي يوثقون ما تشهده شانغهاي من تغيرات، حيث تقدم جولاتهم في المدينة نظرة ثاقبة وشاملة للحياة فيها. Hey, good Very to see nice you. To meet you. Great to meet you. Thanks so much for taking us today. You can see coffee culture here in Shanghai. What is the number of coffee shops in Shanghai? 6,000. 6,000,6000多家. Wow, 厉害. Now the number is still increasing. But what about a young guy like you, the changes you've seen in your lifetime? Yes, I really love this. I mean, waterfront, the seats. And doesn't it remind you of London or Paris, sitting along the Thames or the Seine and New York? 恭喜恭喜你们! Congratulations! Lots of weddings. Congratulations! Wedding party here. I mean, what a perfect day for a wedding. Yeah. Excellent day for those photos. Yes. Yeah. Waterfront. أفضل ختام للجولة هو التوجه إلى قمة إحدى ناطحات السحاب لإلقاء نظرة على هذه المدينة المهيبة. Beautiful.
It's just incredible. And you really get the breadth of this amazing city. And that point in the future will be another CBD area. So there will be another tall building, 480 meters here, in that way. So I see, I think in the next 20, 40 years, we're going to see a lot more of that growth. Meanwhile, we also transform a lot of buildings' functions, maybe from the private to the public. And especially for the large public services, for the new museums, new libraries, new performance center, you know, new big theaters. So it's a very good way that after the reform and opening up, what the government really wants to do. And all these places is finally go back to serve for the people who live here. So I come here in 10 years and look out here, it's going to look entirely different, right? Yeah. ما إن نذكر شانغهاي حتى يتبادر إلى ذهنك مهابة وسحر هذه المدينة، لكنها أكثر من ذلك بكثير، إذ تشكل شانغهاي في نطاق عابر للمقاطعات يمتد ليشمل عدة مدن مجاورة، منطقة حضرية ضخمة تضم أكثر من 200 مليون نسمة، كما تساهم مجتمعة فيما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين. ولقد سمعت أن هناك مدينة فريدة على بعد ساعة واحدة بالسيارة من شانغهاي، فقررت الذهاب لاستكشافها. وعندما أقول مدينة فريدة، فإنني أقصد ذلك حقاً. There are 500 plus German enterprises here in this city, and so many German citizens, after a while, you feel like you're actually in Germany. And that's especially true here. This is a replica of the Bavarian city of Rothenburg. في تايتسانغ يوجد مخبز يبيع مختلف أنواع الخبز الألماني التقليدي الطازج. في عام 2012 ذهب إيروين جيربر الألماني إلى مدينة تايتسان للعمل والعيش بها، وبعد 3 أعوام افتتح هنا مخبزاً للخبز الألماني التقليدي باسمه بروتيك، وقد أصبح لديه الآن مخبزاً صغيراً لتصنيع الخبز ومنفذان للبيع. 做的特别特别，嗯，德国话跟德国的口味几乎是一模一样的。我比较喜欢这家面包，主要是它比较健康。我已经习惯他们家面包的口感了。 لم يقتصر نجاح مخبز إيروين داخل مدينة تايتسان وحسب، بل أصبح مشهوراً في كافة أنحاء الصين. في ألمانيا عادة لا يشتري أحد الخبز من خلال الإنترنت، ولكن في الصين يباع خبز إيروين عبر الإنترنت. Sales on the internet platform, of course, it's growing actually every year quite well. And because now you can actually supply around across China everywhere. Because also the good point is in China, the transportation ways, how to transport actually the goods from A to B goes very fast, unbelievably fast. I think Taizhang, the government, did a tremendous job in attracting so many businesses, especially from Germany. I think one of the obvious reasons is that the proximity to Shanghai. But I think another important aspect is also that they put a lot of emphasis on cultural aspect. This is also one of the important aspects of attracting business. It's not just about the business. You also have to combine that with, you have to give them a sort of a DNA, and you have to create this whole ecosystem which makes foreigners, investors feel comfortable to come here and to stay here and to bring business, invest a lot of money. يبلغ تعداد السكان في مدينة تايتسان حوالي 1 مليون نسمة، وبينهم الكثير من الألمان لوجود وفرة من الشركات الألمانية هنا، خاصة الشركات العائلية الصغيرة ومتوسطة الحجم. Obviously, I think bilateral relations between countries, a lot of that benefits from bilateral ties
of the economies, basically. The German economy is German, the Chinese economy. China is basically the biggest trading partner of Germany now for a couple of years already. لطالما كان لدى فيليب ويلهلم شغفاً كبيراً تجاه ثقافة الصين وتاريخها، لذا التحق بجامعة بكين عام 2005 لمدة عام، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل بشانغهاي وتايتسان، ومع مرور الوقت حصل على الإقامة الدائمة بالصين. What China did over the last years is especially we made leaps and bounds with getting visa-free entry into the country, which is obviously for business people, for the people from our headquarters, for our foreign expert. An important aspect of because it was not so easy to come to China. It took a lot of efforts to get visas and so on. So what was the magnet that drew you here? And then it's one thing to be drawn, but you're cemented here now in a sense because it's been over a decade, right? I mean, absolutely, yeah. Absolutely. So this is home. Yeah, it is. Absolutely, it has become our home, our second home. I think coming to China in the first place was was very exciting. Was a step into uncharted territory for us. I think China has done a tremendous journey over the past 30 years. So alone within the last 10 years that we have been here, the change has been so fundamental in terms of what you see outside, new buildings, new skyscrapers, new high-rises here, new high-rises there, new technology. We have ride-sharing apps which are simply exceeding expectations. Me coming from a European background. Wow. So funny when I talk to people about going to China, it's like I don't see credit cards and I don't see cash. It's just the phone. And the trains are always too late in Germany. So that's a nightmare. Not such an issue here, right? Not at all. Not at all. That is China nowadays. So high speed, fast pace, and simply, I think for everyone, an absolute new adventure. ولا توفر الشركات الألمانية فرصا للتنمية فحسب، بل الأهم من ذلك أنها توفر أيضا آليات تعاون جديدة. وتعد مشاريع التعليم المهني المزدوج نموذجا للتعاون المربح للجانبين. فهناك الآن نظام مزدوج للتعليم المهني، حيث تعمل المدارس والمؤسسات جنبا إلى جنب لتدريب الطلاب المحليين على المهارات الفنية اللازمة. لم تسمع تشو تشين من قبل عن التعليم المهني والتقني، وعندما أخبرت عائلتها بخطتها للدراسة ضمن نظام تعليمي مزدوج صيني ألماني اعترضوا على ذلك، ولكنها أصرت على قرارها. 德国的质量是非常的高标准的，这就是他们严谨的体现。我希望在我日后的学习生活中，对待我每一次作业，我都能严谨的态度去完成我这些事情。 تقع هانجو بمنطقة دلتا نهر اليانغتسي، وقد أطلق عليها السائحون منذ فترة طويلة جنة الأرض، وقد أصبحت في الآونة الأخيرة مركزاً للابتكار ذات التقنية العالية وريادة الأعمال أيضاً. تقع دريم تاون في منطقة يويخان في مدينة هانجو، وهي مركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتي صممت لجذب رواد الأعمال. ويدير نيك ميتشل الصانع الكندي الشهير هنا شركة تكنولوجيا الفيديو المتخصصة في تطوير الواقع الافتراضي. Welcome to China. Welcome to Dreamtown. سافر نيك ميتشل البالغ 18 عاماً إلى الصين عام 2006 مدفوعاً باهتمامه العميق بالفن الشرقي، وهو يقدم نسخة الواقع الافتراضي من حكاية أوبرا بكين الكلاسيكية. السيدة مو كوي يين تتولى القيادة.
the thing about Peking Opera, or any opera, or any theater in general, is it's only available to some people. You have to be in the right city, and you have to have money, often a lot of money for a ticket. VR changes that. So through a VR experience, like through the Peking Opera experience we made, anybody, anywhere in the world, can put on a VR headset and have an experience better than the front row seat. And to me, that sharing of experiences is really exciting. كانت دريم تاون على مدى السنوات التسع الماضية بمثابة حاضنة لنشاط ريادة الأعمال، فتنطلق الأحلام الجريئة، ويحاول رواد الأعمال الطموحون اختراق الحدود التقليدية لتحقيق رؤاهم في ظل هذا المجتمع المزدهر. فتغري مدينة الأحلام الشجعان، ويجسد نيك ميتشل هذه الروح. من خلال الاستفادة من الابتكار التكنولوجي، يتجاوز الحواجز الثقافية ويدافع عن الثقافة الصينية التقليدية من وجهة نظره الفريدة. وتعج دريم تاون بأرواح مشابهة له تتقاسم شغفه. In the past 15 years in China, I've seen advancements. And in technology, what's fascinating is the adoption of these advancements. Chinese people are hungry for new and better ways of doing things, which makes it a perfect place to do a tech startup. And is also really why I believe that here is where I'm going to take what was a dream and I'm going to make it reality. على الرغم من أن شانغهاي والمدن المحيطة بها في الشرق تمثل عامل جذب رئيسي للأجانب، فإن غربي البلاد له جاذبيته أيضاً. وستكتشف زميلة غاستوري مانيكام ما تقدمه مدينة تشونغتسين العظيمة في غرب الصين. تقع على ضفاف نهر اليانسي مدينة صينية فريدة من نوعها، بناطحات سحاب وأضواء ساطعة وطرق سريعة معقدة وقدور الحساء الساخن في كل مكان. فتعتبر تشونغتسين أو مدينة الجبال مدينة لا مثيل لها، فهي مدينة حديثة مفعمة بروح التاريخ. ولم أستطع منع نفسي من الانجذاب إلى مناظرها الطبيعية الساحرة ثلاثية الأبعاد. إنها أشبه بالسفر عبر الزمان والمكان. In Chongqing, I'm told this is a city, 8D magic mountain city. What better way to explore the city than speak to the locals and find out all the hot spots? Very nice. Whoa, this is nice. Follow me. Oh my God. I heard this metro station is very unique. Let's find out why. I still can't see the train or the platform. Am I on the first floor or eighth floor? I don't know. Bye. ينجذب عدد كبير من الأجانب إلى تشونغتسين بسبب فرص ريادة الأعمال المتاحة، وأنا أعرف واحداً منهم. جاء آدم إلى هنا ثم غادر ثم عاد مرة أخرى ليتخذ أخيراً من هذه المدينة موطناً له. Thank you.
سألتقي به الليلة، وقد وعدني بأن يأخذني إلى إحدى مناطق الجذب الشهيرة. وهو كهف خونيا، فيبدو أنني سأنتقل إلى عالم خيالي آخر. So Adam, that view is amazing. This is the one you were talking about, right? Yeah, that's Chongqing, right? Like that's I don't know, one of the most beautiful cities in the world. That... Yeah. Why Chongqing? You've been here for a while now. So I moved in 2007. Yeah. For me, the more research I did in Chongqing, it was the fastest growing city in the world. It was a city that most of the people haven't heard of. When I told my mom and dad I was moving to Chongqing, they thought it was made up, right? What are you talking about? But I saw opportunity in the city, so I moved here. You are a relocation expert. How did you enter the Chinese market? We do like the executives, right? So the CEOs, the managing partners, the directors, you know, the top engineers for all sorts of different companies. And so that is home search, school search, settling in, some cultural training. You know, we kind of take care of the expats from the day they arrive to the day they leave. So we take care of the home life, so when the working spouse, whether it's the husband or the wife, but when the working spouse can concentrate on work, they're not dealing with home challenges. Yeah. And so, yeah, I just saw opportunity again, right? Okay, Heather, I think what I have is the perfect apartment. Oh, wow. Yeah, so three bedrooms, multiple bathrooms, a great apartment for families. So we'll just do a little lap around this way. Okay. So a great big open kitchen, dining room, living room. We're looking for, I've seen some that I can only call a 2.5 bedroom. Those would be three bedrooms. When we do business consulting, you know, we tell companies, like, don't just look at China as Shanghai. Because a lot of companies come in, they're like, oh, I have to go to Shanghai. They don't understand China, right? And so when we do consulting on business registration and setting up companies, we do explain to them there are advantages to having your back office in Western China and your head office in Shanghai. تتنافس الحكومات المحلية في مختلف أنحاء الصين على جذب الاستثمارات الأجنبية، لكن آدم يعترف بأن الأمر لم يعد يقتصر على بناء أبراج إدارية فاخرة وفنادق ومناطق تنمية ووضع سياسات مواتية. We've been talking about, and we as the business community have been talking about Chongqing's potential for a long time. And you know, one of the things that we did is every year we do a white paper called the China International City Index. There is a lot of opportunity, so I think there is a lot of potential. لا شك أن البيئة الناعمة مهمة أيضاً، مثل توفير التعليم والترفيه وحتى الرياضة. فعندما سألت آدم ما هو أكثر شيء محبب إليه هنا؟ أجاب دون تردد تسلق الجبال، وأنا أتفهم ذلك تماماً. فآدم يدير فريقاً لرياضة الهرولة في تشونغشين، ويدير نادياً للياقة البدنية في الهواء الطلق يدعى المركز، ويدعو كل أصدقائه للمشاركة في المرح. When I go abroad and I'm discussing China and I'm introducing about the opportunities in China and I'm speaking at different conferences, I get people that question me a little bit on what it's like. And so when they read the news, they're like, oh, this or that. I'm like, actually, no, things are not, don't believe everything that you read in the news. So I do believe in China and I do believe in the opportunities in China, and I wouldn't be here if I didn't believe in China. Welcome to Chongqing. Thank you. Chongqing is growing up. It's more international. Whether it's banks or food or restaurants, or it's a lot easier being an expat here than it was 2007. Like, you've traveled to many cities.
You know, what kind of development? How has it progressed? So what I managed to observe is that it's not the change that I've seen in the last 6 years, but the change that has been built for decades. I can see that people are here happy and content in most cases, because their present looks better than their past. لقد شهدت الصين في الواقع تغيرات هائلة على مدى السنوات ال75 الماضية، فقد وصلت كل المدن الصينية إلى آفاق جديدة بفضل شعبها واقتصادها ومكانتها الجيوسياسية، وتشونغشين ليست باستثناء، وهناك جزء من هذه المدينة يذكرني بالوطن. إنه رافل سيتي، وهو مشروع طورته شركة كابيتالاند للتطوير العقاري في سنغافورة. يعتبر هذا أكبر استثمار للشركة في المناطق الداخلية للصين. I'm taking a leap of faith. I'm on top of Chongqing on the world's largest horizontal tower. Are you ready? This is fun! The highlight is this skywalk. If you dare, get a 360 degrees view of Chongqing. Breathtaking. سألتقي الآن بزميل سنغافوري وهو لي شاو تيان، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتالاند للتطوير العقاري بالصين، ويشمل الانتقال إلى المناطق الداخلية في الصين أيضاً الشركات العملاقة متعددة الجنسيات. Since the 78 opening, the coastal cities are the one that it's open first. And now, as the development moves more westward, we come to Chongqing. So this is another wave where another China city is presented to the world. So it was very interesting how you said about the coastal cities, people are more familiar with that. So how do you think Chongqing can make its presence on the international stage? I think with such good traits and the support from the Chinese government, it will definitely be the next city to make its mark in the world. And based on the historical links of Chongqing, it's a strong manufacturing base. Every 3 laptops, you say one is from Chongqing. Every 10 handphone, one is from Chongqing. So it shows the depth of the manufacturing capability. يتعدى إجمالي استثمارات رافل سيتي بتشونغشين $3 مليارات أمريكي، وهو أكبر مشروع تطويري منفرد لسنغافورة في الصين، وتصميمه مذهل للغاية. هنا يلتقي التاريخ بالحداثة. Gorgeous view of Chongqing. I mean, this is just breathtaking. You won't be able to see this 20 years ago, right? Yes. So, I mean, how do you feel like when you look at all these changes? I think I'm very amazed and with the transformation. And I'm also very happy because it can signify the progress of the country. But as you can see, it's a good mix. You have the old and the new, and they blend together. And I like this part about Chongqing. It's mountainous. In fact, as you walk, which is very tiring, but you thought you were at the top, and suddenly you realize you are at the bottom of another building. Yeah. And you do not know where you turn to. All the little corners that you go into, it brings a lot of surprises. So I think that even makes it proud as a Singaporean, that the city allows you to build it here. كانت هذه لحظة فخر بالنسبة لي أيضاً، فمع التزام الصين بفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام العالم، بدأ المزيد من المدن الانضمام إلى هذه القافلة، فيتمتع المستثمرون الأجانب من الشرق إلى الغرب بمزيد من الوجهات، حيث يمكنهم توسيع أعمالهم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
من الاقتصاد الرقمي إلى فرص الأعمال اللامحدودة، تعمل الصين على خلق الفرص للعالم من خلال رؤية مستقبل مشترك، وقد نجحت مبادرة الحزام والطريق في انتشال أكثر من 40 مليون شخص من الفقر، كما توفرت مئات الآلاف من فرص العمل. لقد زرنا الأماكن التي حدثت فيها التحولات الكبرى، سواء في المدن أو المناطق المركزية. Deep underground, where we're going to see this technological wonder. This is way too high. التعلم المباشر من الأشخاص الذين شكلوا المجتمعات والمجتمعات التي شكلوها. I've seen Shanghai and I've seen the future. والآن وصلت رحلتنا الاستكشافية إلى نهايتها. So I come here in 10 years and look out here. It's going to look entirely different, right? على مدى 75 عاماً واجهت الصين تحديات مستمرة. لكنها لم تفشل في إيجاد الحلول من خلال كسر الحواجز ومد الأيدي والعمل الجاد. هذا العملاق النائم يصنع المعجزات. مع تغير الأمة الصينية تغيرت أيضا عقلية شعبها. تلهم الحكمة القديمة شباب اليوم للمضي قدما عن طريق حفلات الزفاف أو العمارة. أو الأفلام أو علم الآثار. إنهم يشكلون المستقبل بثقة متنامية، وأصبح الابتكار بمثابة نبض الأمة، وأصبحت دوافع هذه الأمة وخيالها مهمة للعالم أكثر من أي وقت مضى. تعمل الصين بفضل الابتكار المتطور والمشاريع الضخمة والتنمية الخضراء والتخفيف من حدة الفقر على شق طريقها الخاص نحو التحديث، وتعمل في الوقت نفسه على دعم الأمم التي تطمح إلى تحقيق نجاح مماثل. وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية المتصاعدة، فالصين هي اليقين الأكبر إذا أراد العالم أن يحقق الرخاء المشترك. وتواصل الصين إحراز التقدم في سباقها نحو المستقبل. So tell us about Suzhou Creek. Yeah, the Suzhou Creek. Actually, you know, when I was child, I still remember every time when we were across this river, it smells rather terrible. And the color is black, totally black. Nowadays, you can also find some fish within the river. Non-spicy version.